حاجه بقى، طب هقول لك حاجه والله افتكرتها دلوقتي واحنا بنتكلم. اعرف واحده يعني طبعا بدون ذكر اسامي، سالتني مره، انت جوزك ما بيضربكيش؟ قلت لها لا طبعا، هي جوزها كان بيضربها، يعني سابته كده اختلف خلاص كل واحد راح لحاله، بس كان العادي ان جوزها بيضربها. واكتشفت بعد كده ان هي كمان ابوها كان بيضرب امها، فهي متربيه على ان ده عادي، البيت ما بيحترمش ده المرأة. ده من ضمن باكج الجواز عندها ان الضرب ده عادي خالص، يعني زي ما بنفطر سوا ده يعني تمام. وكانت مستغربه جدا، قلت لها لا طبعا ما بيضربنيش، متصوره ان كل الناس كده عادي. لو بجد طب وباباكي ما كانش بيضرب مامتك؟ لا طبعا. لا وعلى فكره هو ممكن يا ايمان يجرب مره بس لقاكي سكتي وبقيتي خنوعه كده وخايفه هيجرب ويزود اكتر، يعني هو بيجرب الاول، لو لقاكي لا مش في قويه او جبتي له اخ او خال او لا راجل واقف قدامه لا وهيكررها تاني هيكررها. لو الاب ولا الخال ربنا توفاهم ولا ما هو خدها وسافروا في بلد بعيده ما هو هيعملها، مش ده اللي هيمنعه فكره ان هو بيجرب. هو ممكن يجرب في الماديات، ممكن يجرب في بعض الامور، في ان صوته يعلى، ممكن يجرب في انه يرمي عليها حمل، اه ماشي دي خاضعه للتجربه، انما يجرب يمد ايده ده معناها ان ده طبع موجود فيه، وده معناها ان هو كمان موقف يعني خلي بالك ان ده بيحصل في البيت عنده. لا دي عليها لانها بتتكلم خالص وقويه وبتعتز بنفسها وبشخصيتها. لا ثواني معلش يا استاذه منى، في حاجه مهمه دلوقتي، تاخد موقف ايه يعني؟ تقول له ما تضربنيش مثلا؟ انا اسمي منى على فكره استاذه منى، والله يا مها والله يا مها يا نجمه النجوم حبيبتي انت. لا انا قصدي دي اتضربت دي تمشي. ايوه انت لسه هتقعدي بقى تقولي له دي تمشي من بدري خالص جدا من اول الخطوبه. عارفه لو بلاش ضربها هي، عارفه لو لقاته بيعامل مامته او اخته بعنف، او مره ضرب اخته في الشارع ولا في البيت ولا زعق لمامته، ابعدي تماما، ده راجل ما بيحترمش المراه في حياته. هو احنا مش اتفقنا قبل كده يا بنات انه ساعه الخطوبه دي فتره اختبار، تستفزيه وتطلعي منه أسوأ ما فيه، وان كان عاجبك اللي هيطلع منه ساعه الخطوبه كملي، ما عجبكيش خلاص حلوه لحد كده، ما تقوليليش بحبه، عشان احنا قلنا الحب وحده لا يكفيه، الحب ما يقومش بيت، لان الحب ده هيتقلب لكره صدقيني بمجرد ما يهينك او يقل منك. فانت تستفزيه لازم تطلعي أسوأ ما فيه باي حاجه بالحته اللي انت عارفه انها هتضايقه، وكمان لازم بعينك على بيته شوفي ابوه وامه بيتعاملوا مع بعض ازاي، مش لازم تستفزه يعني. ثقافه البيت عامله ازاي يعني بهدوء شديد وبكل احترام. عايزين نستفزه يا منى. والله انا جايه بهدوء شديد. تنسحب ايه رايك؟ لازم تنسحب. وبعدين في حاجات الضرب ده ما فيهوش تسامح، يعني واحد بيضربك ده مش اللي هو هسامحك ان ما تستعملش كده تاني وبتاع وكده، لا هو حضرتك تاخدي بعضك كده وتمشي يعني. والله بصي يعني ده لا في دين ولا شرع ولا عرف ولا مله ولا اصول ولا رجوله ولا انسانيه ولا حاجه ابدا. تقول الراجل ليه ولاد يضربوا بقى يعني؟ عارفه هتخلفي ولادها يمد ايده عليهم ورجله وايده وحاجات كده، مد الايد مش اسلوب محترم اساسا في اي حاجه عموما، وهيعامل مراته كده هتبقى احسن من امه، هيقول لك ما انا امي كانت بتضرب في البيت عادي يعني. او ان البنت يكون ابوها نفسه كان بيضربها وبيعنفها جامد، فهي عادي متعوده على كده، هنا خرجت من بيت ابويا طالعة من بيت ابوها داخله بيت الجيران تضرب برضو عادي. بنتكلم في ايه؟ ده احنا الحاجات دي بقت تجرم، بقى فيها حبس وفيها غرامه، يعني اللي ما بيجيش بالاخلاق وبالتربيه بيجي بالقوانين، ففي قوانين بتحمي المراه دلوقتي كمان، انت خلي بالك عندك يعني عند حدك تبقى عارف ان انت هتتعاقب. فيعني حتى اللي ملهاش على راي ايمان خال ولا اخ ولا عم، لكن في قانون بيحميها النهارده، وقانون وعداله ناجزه سريعه جدا ممكن تاخد فيه حكم على طول. بس تبقى انت عندك وعي كمان ومعتزه بنفسك جدا، عندك انا ما ينفعش تقرب مني، ما ينفعش تلفظني بلفظ كمان مش بس. وكمان خلوا بالكم انه احنا لازم يا جماعه من ضمن الامانه ان احنا نحافظ على بناتنا، ما فيش حاجه اسمها ان بنتي اتضربت واتهانت واتمسح بيها الارض وانا اقولها معلش يا بنتي عيشي خلاص وكملي وعشان بيتك وعشان عيالك، لا ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها انها هتطلع جيل متهان بعد كده. احنا بنسلم اللي لسه على البر والزمن والعصر اللي احنا فيه ده لا ولن يقبل اهانه إيمان. اي بنت او اي ست على ارض هذا لو الوطن لو في بيت وفي عيال هنعمل حساب البيت والعيال ونقعد ونجيب حد حكيم ونشوف حكم من اهلها وحكم من اهلها، لكن اقصد ان اللي لسه على البر اللي لسه ما فيش اولاد عشان تحمي نفسك وتحميهم من راجل عنيف بيتطاول مش فاهم يعني ايه امراه، ويعني خيركم خيركم لاهلي، لازم يكون مؤدب ومحترم ويشيلهم على راسه طبعا. انت بتتجوز واحده عشان انت هي سكن ليك وانت عندك موده ورحمه ليها. انا مش مع برضو حتى لو في بيت وعيال ان هي تكمل خالص، في محاولات، انا بتكلم ان في محاولات يجوز المحاولات تفشل، مشوهين يجوز تفشل، بس نبقى حاولنا
مش عارف. بصوا تعالوا نقول انه يعني كل بيت اضرب اللي فيه، وكل ست عارفه اذا كان هو ده اسلوب حياته عموما ولا دي غلطه ولا دي فلتت اعصابه. اي انسان في الدنيا معرض ان اعصابه تفلت في اي لحظه، بتحصل مجازا، بس ما بيبقاش ده اسلوب الحياه، ما يبقاش هو ده اللي موجود وبس. فكل بيت اضرب ظروفه، كل بيت اضرب اللي فيه، واخر حاجه في الدنيا ممكن نعملها ان احنا نهدم بيت فيه اطفال وفيه اسره موجوده، دي اخر حاجه ممكن نفكر فيها. بس ان وصلنا لها وما فيش حل غير كده لمصلحه الولاد دول، خلاص يبقى قدر الله ما شاء فعل.